المراقبة زادة تتجه نحو كل ما يهم مستلزمات عيد الأضحى المبارك، خاصة فيما يخص يعني الخضار الورقية، خاصة بعد ما عاينا ارتفاع أسعار بعض الأنواع من الخضار الورقية هذه خلال المدة الأخيرة، واللي هو في الحقيقة يعني يعزى للإنتاج اللي ما كانش في أحسن حالاته من المادة هذه، خاصة بعد موجة الحر الأخيرة والنقص في المياه الري. هذا الكل أثر على مستوى الإنتاج. بطبيعة الحال احنا حتى لو كان الأسعار ترتفع يلزم يكون ثم مبرر وما يلزمش تبلغ مستوى من الشطط، وهذا دور المراقبة الاقتصادية للتصدي للشطط الحاصل في أسعار المادة هذه.